السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم قناتي وصفات ضحى العراق. ان شاء الله تكونون باحسن حال. تعالوا اليوم نسوي العجينة السحرية بدون زبدة وبدون بيض ومكونات متوفرة بكل بيت. عجينة مضمونة وناجحة، عجينة هشة وقطنية وتنفع لجميع انواع المعجنات والمخبوزات. يلا تعالوا شوفوا الطريقة والمقادير. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. نبدي وصفتنا بسم الله. عندي كوب ماء دافي، راح أضيف 3 ملعقة سكر و 3 ملعقة حليب باودر، خميرة فورية. المقادير قدامكم من الشاشة، تقدرون تاخذونها سكرين وراح أثبتها لكم صندوق الوصف. ملعقة طعام خميرة فورية وظرف فانيلا. راح أضيف أيضا ربع كوب زيت، أستعمل دائما الأكواب القياسية حتى يكون عندي المقدار مضبوط. راح أضيف أخلط هالمواد كل زين إلى أن تتجانس وتذوب كل حبيبات السكر، وراح أضيف 3 أكواب طحين صفر ورشة ملح. راح أعجنها بالبداية بالملعقة الخشب وبعدين أعجنها بإيدي. ما يحتاج الكمية إلى عجانة، إذا كنتوا ضعفون المقادير ممكن تستعملون عجانة. عجنتها كل زين إلى أن التمت عندي. راح أضيف زيت وأيضا على وجه العجينة زيت وأغطيها، أتركها تتخمر إلى أن يضعف حجمها. وهنا عندي بعد ما اختمرت العجينة وضعف حجمها راح أبدأ أقسمها. إذا هاي أول مرة تتابعون قناتي، ياريت تشتركون وتفعلون زر الجرس حتى توصلكم كل الوصفات الجديدة اللي نسويها. راح أقسمها إلى قسمين، راح أسوي بها نوعين معجنات. أكور الجزء اللي قسمته وراح أغلفه بنايلون وأخليه على جهة بهاي الطريقة. أستعمل دائما النايلون الغذائي. راح أبدأ أقطعها على قطع متساوية، دائما أسويها رول وأقطعها حتى تكون أسهل عندي. راح أبدي أكورها حتى تسهل علي الشغل. هنا راح أسرع لكم المقاطع حتى لا يطول عليكم الفيديو. أكمل كل الكمية بنفس الطريقة. من أكمل الكمية كلها أبدأ أخذ أول قطعة اشتغلت بيها تكون ارتاحت شوية، أفتحها بالشيبك إلى أن تصير قرص دائري. أفتحها إلى أن تصير بسمك خفيف. لا تنسون اللايك والاشتراك، دعمكم للقناة تشجعنا حتى أقدم لكم المزيد من الفيديوهات. إذا أكو وصفة حابين نشاركها ذكرونا إياها بالتعليقات ورح أرد عليكم بأسرع وقت. هنا رح أسوي خطوط بالسكين، رح أحشيها قطع شوكولاتة أي نوع شوكولاتة تحبوه أو متوفر عندكم وألفها. ضغطت الأطراف صارت عندي بهذا الشكل. راح أكمل بقية الكمية بنفس الطريقة، أسويها قرص دائري خفيف وأسوي بها خطوط بالسكين. حشيلها قطع شوكولاتة، ممكن تستعملون حشوة جبن أو حشوة سبانخ، أي حشوة أنتوا تحبوها. أسويها بهذا الشكل الدائري، أضغط الأطراف وأخليها بالصينية الخبز. راح أمسح الوجه ببيض وأدخلها للفرن. هنا عندي هذا الجزء الثاني، راح أبدأ أقسمه وأسوي شكل خلية النحل. أقسم كل قطعة
وأكورهم كلهم حتى يكون عندي أسهل بالشغل. راح أسوي وحدة حشيتها قطعة شوكولاتة وأكورها كل زين، أحاول أنه أتأكد أنه الأطراف انغلقت، وخليتها بقالب مسحتها بشوية راشي أو الطحينة، هخليها ترتاح شوية. وبعد ما ارتاحت راح أمسح الوجه ببيض وأرشها برشة سمسم. ممكن تستعملون الحبة السوداء. خلطة التلميع اللي استعملها راح اذكرها لكم بالتفاصيل اسفل الفيديو. هنا عندي استوت اول صينية، وشوفوا اللون ما شاء الله ومنفشة، وعجينة هشة وقطنية، عجينة سحرية فعلا تنفع لجميع انواع المعجنات والمخبوزات، وبدون بيض وبدون زبدة. إذا هاي أول مرة تتابعون قناتي، دعمونا بلايك وشاركونا الفيديو يا صديقاتكم وأهلكم حتى نوصل لأكبر عدد من المتابعين ويستفادون من هاي الوصفة. شوفوا اللون ما شاء الله. طبعا أسرع أسرع معجنات تخلص عندي، لأن هي بحشوة الشوكولاتة وكل شي يحبوها. شوفوا ليها ما شاء الله شلون هشة وقطنية. وهنا عندي استوت خلية النحل، شوفوا لي اللون الذهبي ما شاء الله، هشة وقطنية ومحشوة بالشوكولاتة، عجينة سحرية فعلا تنفع لجميع أنواع المخبوزات والمعجنات. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. سهمكم العافية. وصفات ضحى العراق.